راح نسوي كوسة لبن لكن طريقتي أنا شي جورمي ممتاز. تذكروا الكلمة هذه دائما وأبدا يا عزيزاتي بنات حواء، راح تكون محورة عن الطريقة اللي أنتم تسوونها في البيت واللي أنتم معتمدينها، وهذا شيء جدا طبيعي وعادي. فلا تجيني واحدة فيكم بعد البرنامج تدخل عليه في السوشيال ميديا وتقول بس حنا بنعملها هيك مو هيك ومدري إيش وستي حتى ترى أنا ستي لبنانية ما بتعملها هيك من الآخر، بس هذه طريقتي أنا. المهم عندنا هنا نص بصلة راح ناخذها نفرمها ناعم، معها 4 فصوص ثوم راح نبشرها، عندنا كوسة تقريبا حوالي 0.5 كيلو، مساعد الشيف اليوم توصف فيني مرة على آخر وضحت السالفة عشان يوفر علي الطاقة والجهد والعناء. راح نزود عليها تقريبا حوالي 3 ملاعق كبيرة صنوبر. من البهارات عندنا ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة، ملعقة صغيرة كركم، وبنش يعني شيء بسيط من جوزة الطيب، هذا بالنسبة للحشوة. ثم نكمل في الجهة الثانية لما يجي وقتها. راح نفرم ناعم، ليش؟ لأن كل شيء راح يدخل داخل الكوسة. راح نحشي، صابر، ثم نقص من هنا بالنص، ثم نفرم. نبغى ناعم جدا 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 جدا. عشان وقت الطبخ تنطبخ كلها بنفس الفترة الزمنية، وأيضا مع الأكل ما تعلك. حلوين حلوين.